الهيكلي هذا اللقاء، اللقاء الشكلي. وإذا يعطي أسامة فال صافرة البداية مع منتخب أفريقيا الوسطى الذي يشتت الكرة باتجاه مناطق دفاع المنتخب الجزائري. يعني ربما المنتخب الجزائري مطالب بالإعلان عن نفسه وفي دقائق المباراة الأولى أمام منتخب يحسن التمركز، أمام منتخب يحسن انتقال من المناطق الدفاع إلى مناطق الهجوم. وهذا ما دفع بخليل لوزيتش بأن يقول للمنتخب الجزائري عليكم أن تلعبوا الكل الكل، وعليكم أن تسرعوا في الانتقال إلى مناطق الخصم. سيمزيان، نعم، لأن الكرة الحديثة لأنها تتطلب بالسرعة والقوة. وأنا نظن الفريق الجزائري اليوم عنده يعني الإمكانيات اللازمة، لأن المنافس حتى ولو ربما ظهر بوجه مشرف في المقابلات اللي فاتت، ولكن يعني ما نظنش أنه راه في قوة كبيرة لكي يعني. نعم، إذا هجمة الآن للمنتخب الجزائري، ولكن تسديدة من هناك عن طريق كريم مطمور لاعب إنتراخت فرانكفورت الألماني تنتهي إلى ضربة ركنية هي الأولى لصالح المنتخب الجزائري في الدقيقة الأولى من اللقاء. إذن المنتخب الجزائري والخضر يعلنون عن نواياهم مبكرا، ركلة ركنية لصالح المنتخب الجزائري في الدقيقة الأولى، ربما فرصة سانحة لتسجيل الهدف الأول. من هناك مطمور وضربة رأسية غزال، والهدف الأول للمنتخب الجزائري. هذا يبدأ يتمكن من تسجيل الهدف الأول لاعب غرناطة الإسباني. هي بداية مبكرة فعلا. اليوم ربما تكون المصالحة مع الجماهير الجزائرية. هؤلاء الأوفياء جاءوا ليقولوا لكم أنتم لابد أن تكونوا بأبهى حلة كما تعودنا عليكم، أنتم تحملون تاريخ الكرة الجزائرية بين أعناقكم، عليكم أن تكونوا في الموعد. وإن كانت بطاقة التأهل قد تبخرت الأحلام معها وذهبت هناك إلى مراكش، حيث يخوض المنتخب المغربي لقاءه أمام تنزانيا. المغرب أقرب، ولكن الجزائر أمام معجزة تنتظر خسارة المنتخب المغربي هناك في مراكش لا قدر الله، ولا أو تفوز هي بثمانية أهداف مقابل لا شيء. سيمزيان، بداية موفقة جدا للخضر، وهدف أكثر من مبكر، يعني لم تمضي أكثر من 60 ثانية على بداية اللقاء. وقرب المسافات من خلال مطمور وقادير يمكن المنتخب الجزائري من السيطرة على الكرة في مناطق دفاعات منتخب أفريقيا الوسطى، الذي يعني لم يتمكن إلى الآن من تشكيل خطورة على مرمى رئيس بولحي. ونحن نصل إلى الدقيقة 29، أي نصف ساعة، ربما على مقربة من نصف ساعة من بداية المباراة. هناك مطمور معه غزال في الجهة الأخرى، وقادير غزال قادر، والهدف الثاني. يا سلام، فؤاد قادر لاعب فالنسيان الفرنسي يتمكن من استغلال عرضية كريم مطمور ويودع الكرة الشباك، معلنا عن تفوق المنتخب الجزائري بهدف ثاني. سيناريو أكثر من رائع، يعني قبل مرور نصف ساعة الأولى المنتخب الجزائري هو الآن يتمكن من التقدم بهدفين نظيفين، يطبقون خطة خليل لوزيتش الذي يظهر على الصورة في أحسن تطبيق، والجماهير الجزائرية تفرح لهذا الهدف وتتصالح ربما مع منتخبها. الجماهير الجزائرية في مدرجات 5 جويلية كما عهدناها الآن هي فارحة بهذا الهدف الثاني من نصيب فؤاد قادير، الذي كثر عنه الحديث أن يشارك في التشكيلة الأساسية أم لا، ولكن الجهة اليسرى بقيادة كريم مطمور يعني عرضية أكثر من رائعة وتمهل في إرسال الكرة، وقادير في المكان المناسب كاد أن يفعل قبل قليل لولا التسلل، وها هو الآن يصحح الخطأ ويتمكن من تسجيل الهدف الثاني للمنتخب الجزائري في الدقيقة 29. ومنتخب أفريقيا الوسطى بحثا عن ردة الفعل. واحد خليل لوزيتش بعاد خاطئ من طرف الدفاع، ولكن الكرة بعيدة جدا عن عبد القادر غزال الذي أراد أن يغالط الدفاع، وتنتهي بين قدمي حارس مرمى فهود بانجي برنس سامورا الذي يسيطر على الكرة. هجمة من هناك لصالح المنتخب الجزائري، مطمور ينقل الكرة على الحارس، ولكن يعني تسرع غير مبرر من مطمور، تنتهي الكرة لضربة مرمى لصالح المنتخب الأفريقي المدرب الكروية. على العموم وكان مهاجم قوي. نعم، وفوات الضربة، ولكن تخرج لضربة ركنية مرة أخرى. كريم مطمور يضيع الكرة، مترف ينفذ، وعبد القادر غزال أو هذا بالكرة. وأيضا الانتشار الجيد داخل رقعة الميدان من أجل الحد من خطورة أفريقيا الوسطى. نظن أننا هنا هجمة لقدير، ولكن تضيع من جديد مطمور، ولكن عفوا رفيق جبور، ولكن تخرج الكرة يعني على مرحلتين. نشاهد من جديد تسديدة قوية جدا من فؤاد قادير، يصطدم بحارس المرمى، يكررها من جديد أيضا.